انتظار وصول حافلة المنتخب الجزائري، حافلة المجد إن صح التعبير. نستضيف عدد من الزملاء الصحفيين الجزائريين الذين ينتظرون قدوم الخضر. مؤمن، كيفاش تشوف المباراة اليوم؟ أكون أو لا أكون في شرف الكان فليتنافس المتنافس. هذا هو زميلي. أظن أننا في المنعرج الأخير قبل النهائي إن شاء الله، راح تكون مقابلة قوية جدا مع فريق نيجيري. كان يعني قبل البلاء الحسن حتى الآن، ظن أن الفريق الوطني الجزائري عنده من إمكانيات وعنده من ما يسمح له للعبور إن شاء الله النهائي، ويشرف كل العرب ويشرف مغاربة خاصة. نظن أننا شفنا أن الجمهور المصري والجمهور العربي والمغربي، ونشكرهم والتونسي وكل شيء، نحيهم على هذا التشجيع للمنتخب الوطني. أنا لست متخوف، أنا متفائل. أظن أننا إن شاء الله سنفوز وسنعبر إن شاء الله للنهائي مربوحة إن شاء الله. آمين آمين. واصلوا مع الزملاء الصحفيين الجزائريين. وليد، حانت ساعة الحقيقة. والله غير حانت ساعة الحقيقة ودقت ساعة الحسم، والأمور بدأت يعني بدأت الضغط، بدأت الأدريانين تطلع. ان شاء الله نتمنى، وانتم ادعيونا ايضا، انتم والجمهور اللي راه يشوف فينا يدعي المنتخب الجزائري، لانه منتخب عربي وحنا مع كل العرب، ونتمنى ان شاء الله يكون نهائي عربي خالص ومغاربي بين تونس والجزائر. كل الامور حاضره، المنتخب الجزائري يبقى انه يكون منقوص من فتره الراحه مقارنه بالمنتخب النيجيري، لكن راح يعوض النقص في الجانب البدني ان شاء الله بالاراده والحراره تاع اللاعبين فوق الميدان، وان شاء الله تكون المباراه لصالحنا ان شاء الله، والفوز يكون حليفنا ان شاء الله. ان شاء الله نواصلوا مع الزملاء. كما قلنا الوليد، حانت ساحه الحقيقه اليوم. الزملاء الجزائريين اعصابكم شويه كيفاش عامله؟ مطمئنين ان شاء الله على الخضر في هذا النزال القوي. ستريس كبير نوفل، انت عايش معنا وكشايف باللي ستريس كبير، خاصه انه اقتربت اللقاء، ومثل ما تحدثنا الوقت ما كانش كافي للاسترجاع. هذا هو الشيء اللي راه مخوفنا، لكن تاكلين على الاراده والعزيمه والروح القتاليه، وربي ان شاء الله ما يخيبناش. التوفيق من عند الله عز وجل، ومهما كانت النتيجه منتخب هذا تاع الرجال اللي كنحافظ